غزة غزة لا سوربون افيك توا، غزة غزة السوربون إلى جانبك. كان هذا هو الشعار الأول الذي أطلقه هؤلاء الطلبة المتواجدين أمام ساحة أو في ساحة السوربون أمام جامعة السوربون العريقة. يبدو أن رياح الحرية والانتفاضة تهب على الجامعة، اعتصامات وخيام داخل الحرم الجامعي ووقفات خارج أسواره. أوقفوا الحرب، أوقفوا الإبادة، يضمون صوتهم لصوت زملائهم في الولايات المتحدة ومعهد العلوم السياسية. يقولون إن جامعة السوربون ذات الهوى اليساري مقارنة بجامعة أخرى أولى بنصرة القضايا العادلة. وقفة سلمية خصصت لها الداخلية تعزيزات أمنية ضخمة لمنع توافد تيارات وطلبة من جامعة أخرى، وفي نفس الوقت حضور نواب يساريين لتشكيل جدار يحول دون وقوع احتكاكات، ما يعني اصطفافا واضحا لما قد يكون بحسب ما نراه جبهة جديدة في وجه اليمين المتصاعد. زهرة فكاني، قناة الغد، من ساحة السوربون بباريس.